بوابة حقيقية سور وبوابة حقيقية للحفاظ عليه. سوف ندخل هناك ونتكلم عن الموضوع. دخلنا إلى ساحة هذه الآثار اللي اسمها حضارة أم النار. في أسماء تعلل وبعض الأسماء لا تعلل، لكنه عرف هذا المكان وهذه الجزيرة بأم النار. عمر هذه الحضارة اللي فيها هذه المدافن سنريكم الآن بقيتها، عمرها من الآن من الوقت الحاضر 4500 عام، يعني من العصر البرونزي. من العصر البرونزي، والإمارات العربية المتحدة فيها حضارات كثيرة، فيها حضارة حفيد وحضارة وادي سوق، طبعا حضارة أم النار متوسطة، وحضارة ساروك الحديد، وحضارة تل أبرق، وقرن بنت سعود، وهيلي. أنا ودي أقول لكم نقطة هنا، نربط حنا هذه الحضارة بحضارات الجزيرة العربية كلها، لكن في نقطة مهمة لازم أقولها لكم. لم تتعرض منطقة في العالم للإغفال والظلم مثل ما تعرضت له منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية من الأثريين، وذلك في ثورة الاكتشافات الحضارية في القرن 19. ليش؟ لأن هؤلاء المستشرقين الأثريون لا يريدون، دائما يغفلون حضارات الجزيرة العربية والخليج العربي ويريدون ينسبونها لإيران والسند. ليش؟ لأنهم عندهم النزعة الأوروبية المرتبطة بالأعراق الهندو أوروبية، أنهم هم أعراقهم هندو أوروبية، لذلك لا يريدون أن يمروا على الجزيرة العربية، لا يريدون ذكر الجزيرة العربية. الجزيرة العربية هي مهد الحضارات ومهد الإنسان، وذكرنا ذلك في خطى العرب في حلقات كثيرة. مهد اللغات 14 لغة، ومهد الإنسان ومهد الحضارات. لكن هذه الاكتشافات الحديثة اللي الآن تتم في الخليج وفي المملكة العربية السعودية تفند هذه الآراء، أن الجزيرة العربية والخليج العربي ممثلة بالخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب جنوبا هو مهد الحضارات القديمة من الساميين القدماء. هذا المدفن الضخم والذي يوجد في داخله غرف دفن بحيث أنه يتسع لعدة أشخاص، وهو دائري وله فتحة جنوبية وفتحة شمالية وأحيانا فتحة تميل إلى الشرق، كما وجدنا في السعودية المدافن كل بعضها وليس كلها فيها فتحة تميل إلى الشرق. شوفوا ضخامة هذا المدفن، طبعا هو مصمت من أعلاه، سوف نحاول أن نصوره من الأعلى. هذه غرفة دفن، وهذه غرفة دفن طبعا مفتوحة، لكن كله مبني من الحجارة. وهذه غرفتي دفن هنا وهنا، وهذه الفتحة شمالية، وعدة مدافن كما ترون كأنها خلية نحل. شوفوا الحضارة، شوفوا أثار الحضارة العظيمة. الخليج العربي والجزيرة العربية في حضارات عظيمة، وليس فقط هو حضارة التطور الآن والنعم والاستقرار اللي يعيشها الخليج العربي بحمد الله، إنما هي مهد حضارات ضربت في عمق التاريخ. انظروا إلى هذا المدفن الضخم، طبعا المدفن هذا كان مغطى بشكل متقن. طبعا لا شك أن هذا المدفن وبقية المدافن، انظروا في حضارة أم النار يأخذ وقت طويل للبناء. وش وجدنا من العظام؟ هذه عظام بشرية، هذه ضلوع وجدناها هنا. شوفوا كثرتها هنا، تكثر في هذا المكان. طبعا الأثريين فحصوها وانتهى الموضوع. شوفوا كثرتها، شوفوا جمجمة رأس كلها عظام، والمفروض أنها ما تكون يعني مبعثرة، بصراحة كلها ما تكون مبعثرة، المفروض يكون يعني هذه أخذت وفحصت ولا تكون مبعثرة على الأرض. صل في الجزيرة العربية، في كثيرا ما قلتكم بخطى العرب، تغير المناخ والتصحر هو سبب هجرة الحضارات من منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين وإلى بلاد
شكر له الشيخ زايد بن آل نهيان، شجعهم وبدأوا التنقيب من تلك الفترة. ما الذي اكتشفوا؟ اكتشفوا أن أهل الإمارات القدماء اللي سكنوا في هذه الجزيرة كانوا يعيشون على الأطوم اللي هو عجل البحر. الآن الأطوم هذا شبه منقرض، لعلنا نشوفه، لأن وجدوا جلود وكانوا يستخدمون زيته ويستخدمون عظامه، وهو حيوان لذيذ الطعم يعيش في الخليج العربي. الأطوم أو عجل البحر، إن شاء الله نشوف أنه يعاد توطينه مرة أخرى في أبو ظبي وفي الإمارات العربية المتحدة، لأنهم كانوا يعيشون عليه ويعيشون على طائر أيضا يعيش في المناطق المياه الحلوة اسمه طائر الزقة. طائر الزقة يوجد أيضا في بلاد الأنهر في دجلة والفرات، لكن غريب أنه كان يعيش هنا. هذا دليل أنه كان فيها أمطار وكان في بحيرات في تلك الفترة قبل 4500 سنة أو 5000 سنة. طبعا أنا شخصيا لا أفرق بين حضارات الجزيرة العربية كلها والحضارات اللي في الإمارات، زي حضارة أم النار، زي حضارة ساروق الحديد وحضارة هيلي وبين حضارة أم النار، كلهم قاموا على التجارة، كانوا يصدرون التجارة والسفن اللي تأتي من الهند بالبهارات والخشب ومن الصين. السفينة لا يمكن تنطلق من الصين ولا تقف إلا في آخر نقطة، تمر محطات مراسي طرق الحرير البحري والتقاء مع طرق البخور البري. هي حضارات قامت في أوقات وممالك في أوقات متساوية أحيانا، ليست تقوم حضارة والحضارة الثانية منتهية، لا، كلها حضارات واحدة. لكن ثبت علميا لدى البعثة الدنماركية اللي أتت لحضارة أم النار أن أهلها هجروها بسبب المناخ. ليش؟ بدأ يشتد الحر من 5000 سنة، كما قلنا لكم أن التصحر في الجزيرة العربية وانتهى عصر السفانة بدأ قبل 6000 سنة من اليوم، من بداية العصر النحاسي، بداية العصر الحجري الحديث. فكانوا يأتون إلى هذه الجزيرة على البحر اللي هي جزيرة أم النار في الشتاء ويعيشون على عجل البحر وعلى الصيد، لأنهم وجدوا سنانير ووجدوا شباك صيد. وفي الصيف لا يطيقون حرارة هذه المنطقة، فماذا يعملون؟ بدأوا بالارتحال، بدأوا يدخلون لمنطقة الرمال العربية الربع الخالي ويصيرون بدو رحل. أيوة، هنا بدأت الحضارات تنتقل إلى منطقة الأنهار. فالمناخ بدأ يتغير من تلك الفترة بجميع مناطق الجزيرة العربية. هذا المكان الموزع إلى عدة غرف، طبعا هم وجدوا في هذا المدفن أدوات مدفونة مع الأموات، أيضا هذا يدل على الغناء، كما وجدنا أميرة ثاج اللي في الجرها في الجبيل في السعودية مدفون معها 17 كيلو ذهب. هذا يدل مرة أخرى على الرفاه الاقتصادي في تلك الفترة الضاربة في القدم قبل عصر التدوين. طبعا وجد زخارف هنا ورسومات لجمال وثيران، زي ما قلت لكم خطى العرب، الجغرافيا وتاريخ الإنسان والأثار لابد أن نعرفها مع بعض. فكانت هذه غرفة، انظروا، وهذه غرفة أخرى. شوفوا الإتقان، شوفوا التفكير، لأنهم في حضارة، في تفكير. يعني اختيارهم للمبنى الدائري هذا الموزع بإتقان والذي صمد 4500 سنة يدل على مخ، يدل على تفكير. احنا زي ما قلت لكم اهلنا قبل 500 سنة، 700 سنة، 1000 سنة ما كانوا ميتين من الجوع، كانوا يتحاربون على موارد المياه. ناظروا هذه عظام، شوفوا عظام، ها عظام بشرية، وربما طبعا هم كانوا وجدوا فيها عظام بشرية ووجدوا فيها عظام للعجل الأطوم وما كانوا يستخدموه في تلك الفترة. شوفوا هذه أيضا غرفة أخرى تعرضت مثلها مثل منطقة الجزيرة العربية ككل. بإذن الله تعالى سوف يأتي اليوم وسوف تذكرون، ربما أنا أكون مت في تلك الفترة، سوف يأتي اليوم الذي يثبت للعالم كله أن الجزيرة العربية والخليج العربي هو مهد الحضارات ومهد الساميين القدم، وسترون ذلك.
ولا وهذا ليس فقط تمني، إن فيه أدلة. الآن هذه المنطقة، منطقة الإمارات العربية وعمان، هي قديما تحوي حضارة تسمى حضارة ماجان، ودائما كلمة ماجان تربط ملوخة، حضارة ماجان وملوخة. وين وأين وجدت كلمة ماجان وملوخة يا أحبابي؟ وجدت في الألواح السومرية، الألواح الحضارة السومرية باللغة المسمارية. كان الملك سرجون الأكدي كان إذا أراد أن يبحر جنوبا، وين يروح؟ يروح جنوبا للخليج العربي حتى وصل إلى دلمن البحرين. ودائما يذكرون ماجان وملوخة مرتبطة ببعضهم البعض، لذلك المستشرقين يقولون ملوخة هي في إيران والسند، وهذا غير صحيح. حتى أن مسلة حامورابي الذي عليها القانون، قانون حامورابي، هي من حجرة ديوريت، وحجرة ديوريت هو من المنطقة هذه. ماجان هي الجبال السوداء، يعني جبال النحاس، وأنا ذكرت ذلك في محاضرتي ساروق الحديد. الجبال السوداء، جبال أم القوين وجبال، هذه كلها جبال سوداء، ويؤخذ منها الرخام الأسود، فالمسلة من الرخام الأسود. منطقة ملوخة اللي هي مليحة، اللي هي مليحة، اللي الآن في الشارقة مليحة، ملوخة مليحة. وماجان اللي هي جبل النحاس اللي هو في عمان، واللي وجدنا الآن وجدت آثار لتصنيع وتذويب النحاس والحديد في ساروق الحديد وفي مناطق الخليج العربي كلها. فكانوا يذهبون إلى منطقة ملوخة ومجان في هذه المنطقة، وليس في الهند ولا السند كما يريدون أن يقنعون بذلك. يعني المسلات اللي في اللغة المسمارية تذكر ماجان وملوخة مرتبطات، وليس ماجان في عمان وملوخة يعزلها البحر وبعيدة في بلاد السند، هذا غير صحيح. ملوخة مليحة، والآن البحث جاري فيها والتنقيب جاري فيها. فماجان وملوخة اللي ذكرت في الألواح السومرية اللي هي باللغة المسمارية تثبت أن هذه المنطقة أرض حضارات، وكان يأتي منها الخير، كان يأتي منها الخير لبلاد الرافدين، وكانت السفن، وكان صهر الحديد، لأن العراق ما فيه جبال في منطقة بلاد النهرين، جبال من النحاس وجبال من الحديد كما هو موجود في عمان وموجود في الإمارات العربية وموجود في الدرع العربي في المملكة العربية السعودية اللي هي البحرين. وذكرت أيضا بالألواح السومرية باللغة المسمارية أنها كان يذاب فيها النحاس المجلوب من جبال ماجان، مجلوب من منطقة ماجان اللي هي الجبال هذه، منطقة حضارة أم النار وحضارة هيلي وحضارة ساروق الحديد وحضارة بات في عمان. التنقيب عنها في بداية، انظروا إلى هذا المدفن الضخم اللي يحتوي على عدة غرف للدفن. شوفوا النافذة هذه، طبعا داخلها مظلم لعلنا نستبين ما بداخلها. شوفوا متقنة زي ما شفنا، هذا نموذج. لكن كل ما أريده هو أننا حنا كشعوب الخليج العربي والمملكة العربية السعودية نعتز بتراثنا وتاريخنا، ونعرف أن تاريخنا ضارب في القدم، ضارب في التاريخ، ونعرف أن السبب المناخي وتغير المناخ اللي الله قدره على هذه الأرض، والذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما يعني كما كانت، تعود يعني كانت. والآن في أدلة جيرموفولوجية على ارتفاع مستوى المحيطات في العالم وعلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي، ربما هذا سيرفع مستوى الرطوبة مرة أخرى، وإذا ارتفعت مستوى الرطوبة سوف تعود الأمطار والخير لمنطقتنا إن شاء الله. ربما أنا في تلك الفترة أكون قد فطست مبطي. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. مهم جدا معرفة تاريخنا وتراثنا وربط. إحنا لا ننتظر من الآخرين أنهم يشتغلون بدلا عنا،
احنا لابد ان نقوم في المبادرة ونحافظ على تاريخنا ونحافظ على تراثنا ونعتز به، لانه اساس الانتاج واساس الايجابية هو الاعتزاز بالوطن، الاعتزاز بالتاريخ والاعتزاز بالجغرافيا. وما اذا كنت تجهل وطنك وتجهل تاريخك وتجهل تراثك، كيف انت تصير مواطن صالح؟ تصير مواطن تهمك مصلحة نفسك فقط، ما يهمك مصلحة وطنك، لأنك ترى وطنك صحراء قاحلة ما فيها شيء، وهذا خطأ. ثانيا، لا ننتظر من نتعاون مع الآثاريين من جميع أنحاء العالم، لكن حنا أيضا نهتم ونعمل ونبدي ونقول هذا تاريخنا وهذا تراثنا، ونصحح الأغلاط اللي حصلت في القرن الماضي والقرن الذي قبل. هذا باب ثاني، شوفوا كيف الاتقان. ناظروا يا جماعة الخير، الاتقان، شوفوا لمن مبنى بقي، طبعا مدفن هو منذ 5000 عام، فهذا شيء عجيب عجيب. طبعا هو الآن أعرف فيها ناس يتبادرون ذهنهم كيف وش ديانتهم، الله أعلم، ربما أنهم على دين سماوي، ربما أنهم بقية آل نوح عليه السلام، ربما أنهم من اللي عبدوا الأصنام على وقت نوح، الله أعلم. يعني هذه أمور تحتاج مزيدا من البحث لمن أنثروبولوجيا الدين، كيف كانت عندهم، وش كانوا يعبدون، ما حياتهم، تفاصيله، لابد لبسهم، والله ودي أنا أعرف لبسهم، ودي أعرف سفنهم، لكن هذا كله يحتاج مزيد من البحث. إلى هذا المناسب أيضا مفتوح من عوامل الزمن، لكن انظروا إلى الحجارة كيف متقنة، وانظروا إلى تقسيم الغرف. هذه المدافن، مدافن حضارة منا، لا تنفصل عن ما وجدناه من آلاف أو مئات الآلاف من المدافن الموجودة في الجزيرة العربية، وهي ثقافة عامة، ثقافة. مدافن بات في عمان، مدافن دلمون في البحرين، نصفها مدافن البحرين، في جميع الجبال في الجزيرة العربية، في المملكة العربية السعودية، كلها مدافن بأنماط مختلفة. هذا يدل أن هناك حضارات عظيمة قامت في العهود القديمة في عصور ما قبل التدوين، وبسبب المناخ وبسبب تردي المناخ هاجروا الناس منها، وصاروا لأن الإنسان دون استقرار لا يمكن يفكر هذا التفكير ويهتم في بناء المقابر، لأنه عنده تفكير فاضي شبعان. هذه عدتهم، ابحثوا، اكتبوا أم النار، مدافع هيلي، واحة هيلي، مليحة، ملوخة، ما جان، ابحثوا يا أخي. اللي يسأل أين اللقى اللي هي المشابك الذهبية والجرار الفخارية اللي وجدت في حضارة ومستوطنة ومدافن أم النار، هي موجودة في متحف العين، متحف العين ومتحف اللوفر في أبو ظبي اللي فتح حديثا، موجودة أدوات أم النار في المأخوذة من هذه الحضارة المعقدة الرائعة الحضارية. شوفوا كيف المدفن مقسم، شوفوا شلون العمل الهندسي. طبعا الابواب، ليش بوابه شماليه، ليش بوابه جنوبيه، الله اعلم. يعني هو كان مغطى ربما للدخول والخروج، شيء عجيب. كما قلنا لكم، المدافن اللي في سردينيا، في جزيره سردينيا في ايطاليا، شبيهه جدا بما اراه في مدافن ام النار. ارجعوا الى فيلم اللي أنا صورته في سردينيا، قارنوا بين هذه المدافن والمدافن الموجودة في سردينيا. طبعا لا شك عندي أن الأصل هنا وراح هناك، النمط بدأ من هنا وذهب إلى هناك، وليس العكس صحيح، لأنه لا يمكن الهجرة من بلاد ما مر فيها قحط إلى بلاد أقحطت قبل 6000 سنة. في البداية كان هنا، وقيسوا على ذلك بقية الأمور الحضارية المكتشفة والتراث الحضاري المكتشف في الجزيرة العربية ككل. ومن المعلومات والمراجع المهمة، هذا الكتاب من إصدار دائرة السياق التراث والثقافة في أبوظبي،
تأليف الدكتور وليد العراقي وليد ياسين التكريتي عن أم النار بالعربي والإنجليزي. كما ترون هذه من الفخاريات اللي أخذت من النار، ترون عليها الرسوم، شوفوا التقدم الحضاري في ذلك الوقت على الجرار. وروحوا للمتحف، روحوا للمتحف، متحف اللوفر في 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 أبو ظبي وفي العين، لتروا اللقى اللي أخذت من هنا. وبالمناسبة هذه المدافن اللي تو شفناها بسبب الرطوبة كان الرطوبة وحجر الكلس يسبب محو، يعني يمحو الرسومات. كان في رسومات للجمل وللمها وللجواميس، ربما هي الجواميس اللي نلقاها المنقرضة الكثيرة في الآن نجدها كثير في الرسومات الصخرية في المملكة العربية السعودية، وفي أيضا رسومات كاملة كانت موجودة، لكن بسبب الرطوبة للأسف تتغير. فلا بد أيضا من الحفاظ على هذا المكان بتغطيته بالزجاج، في زجاج يغطى، في طريقة تفريغ الهواء، طرق كثيرة يعني هذا المكان وغيره لا بد الحفاظ عليه، لأنه هذا تراث للأجيال القادمة، مئات السنين القادمة، ليس لهذا الوقت. إذن المستوطنة، مستوطنة أم النار، نجدها في المنطقة المنخفضة. مو بصافي التصوير. إذن كما ترون المستوطنات في جزيرة أم النار في المنطقة المنخفضة، والمدافن في روس في المرتفع، المدافن في المرتفع كما قلنا. شوفوا الآن بنصعد، كما قلت لكم سابقا أنه المدافن في الجزيرة العربية كلها في المرتفعات حتى في عمان. شوفوا الآن صعدنا الجبل، ها طلعت لنا المدافن علشان تبقى، لكن البيوت انطمرت تحت، انطمرت وتحتاج إلى تنقيب، واللي نقب منها كافية. وبجانب مدافن أم النار زين، هنا مستوطنة تابعة لنفس الحضارة. انظروا إلى الغرف، انظروا إلى السكن الكبير، شوفوا الغرفة المستطيلة كيف كانوا يجلسون فيها، كيف كانت شوفوا عرض الجدار، كيف كانوا يأكلون، كيف كان الباب هذا قائم، وكيف كان مزخرف. الله أعلم، هذا كله في البحث وإكمال البحث يظهر. شوفوا الغرف، فعلا غرف كبيرة، غرف كبيرة حوالي 7 أمتار 8 أمتار طولا، أكثرها غرف مستطيلة. شوفوا الغرفة ذي رائعة مستطيلة، وباب ثم غرفة، ربما هذا المطبخ، وهذا المقلط، شوفوا له بابين. كل هذا يحتاج، يعني لو نصورها تصوير ثلاثي الأبعاد ونعرف كيف كانت قائمة، وهذاك المدافن بصورة أقوى باقية من المستوطنات. وهناك بقية المستوطنات، وكما ترون هذه التلال، هذه التلال كلها لم ينقب عنها، يعني هذه التلال تحتاج أيضا إلى تنقيب. شوفوا التلال هذا، طبعا هي ليش سميت حضارة أم النار؟ لأنها حضارة مكتملة. المدافن الدائرية اللي على شكل خلايا نحل وغرف مفصلة، ووجدناها في نفس قريبة الأنماط في حرة أم النار في خيبر في السعودية،
وجدوا في أم النار، في جزيرة أم النار، مباني سكنية، مباني سكنية ومستودعات وسكن. انظروا إلى هذا النموذج، طبعا هذه آثار التنقيب. انظروا إلى هذا الحوض، الحوض المحفور بالصخر. طبعا كانوا ربما أنهم حاولوا يغطون المكان للحفاظ عليه، لكنهم ما كملوا العملية. طبعا هم وجدوا تماثيل، وجدوا رسومات، ووجدوا رسومات للثعابين. طبعا هم ليش يرسمون الثعبان؟ في طبعا ناس يقولون ان الثعبان كانوا يقدسونها العرب قبل 5000 سنة. انا لا ارى ذلك ابدا. هي الثعبان تعويذة تخويف، انه ما يسرق هذا المكان، ما يسرق هذا المدفن، لانه زي ما قلنا لكم انهم يحطون فيه اثارهم، ليست كما يقال انهم عبدوا الثعبان. ما ثبت علمي حتى ولا بقصص الإخباريين أن الثعبان عبدت في الجزيرة العربية، إنما هو للتخويف. تعالوا نوريكم بقية السكن، المنطقة السكنية. شوفوا الغرف، شوفوا أجزاء من الغرف. طبعا هذا اللي ظهر منها، شوفوا غرف سكنية ممتدة، غرف سكنية ممتدة. فهذه مدافنهم، فيه أعمدة، في أحجار كبيرة كما ترون. فوجدوا سكن، والبحث في بداياته، البحث في بداياته في هذه الغرف. نجدها طبعا جميع أكثر الآثار في العالم نفس النمط، غرف ليست بالكبيرة جدا، تقوم بالواجب بعضها كبير مثل هذه. انظروا، شوفوا حتى طبعا اللي انتم ترون هذا قاعدة البيت، لكن قبل 4500 سنة كان بيت حقيقي، كان بيت حقيقي له ابواب حقيقية، والله اعلم كيف كانت الزخرفة على الابواب. ذكر بيليني وسترابون في المؤرخ الروماني سترابون عن الجرهى أن أبوابها كانت من الذهب، يعني يحطون صاج يطرقون الذهب، وكنا ما صدقنا ذلك لين شفنا، اكتشفت البنت اللي مدفون معها 17 كيلو ذهب وعليها قناع ذهب، أميرة ثاج، أميرة ثاج. فهذا ما ترون، هذا المتبقي، لا أحد يقول وشو هذا، هذا المتبقي من 4500 سنة، لكنه قديما كان بيت وكان قائم، كان فيه زخرفة وكان فيه أبواب وكان فيه نوافذ وكان فيه بقية أمور الحياة. انظروا إلى الغرف، تعال شوف، انظروا إلى الباب، إلى عتبة الباب، شوفوا الصخور الجيرية كيف مقصوصة قص ومتقنة القص. احنا في الجزيرة العربية يعني قبل 400 سنة أو 500 سنة أو حتى قبل 1000 سنة كان وضعنا الاقتصادي مزري جدا، ما كان أحد يقدر يبني مثل هذه البيوت، بيوت من الحجر تبقى إلى هذا اليوم، ما حد، كلها زالت 200 سنة ما تجد الآن آثار ولا شيء، بلشين الناس بلقمة العيش، يعني يبحثون عن لقمة العيش. وهذا كتاب جزيرة أم النار للكاتب وليد التكريتي. بنفتح الكتاب نوريكم بعض الأشياء، شوفوا اللي وجدت في أم النار، شوفوا ختم اسطواني، هذا طبعا يستخدم للختم، ختم الأوراق التجارية والعقود اللي بينه وبين بلاد الرافدين، هذا ختم. ونجده في أماكن أخرى أثرية، الختوم كانت جزء لا يتجزأ من حضارة العرب في ذلك الوقت. أيضا هذه منحوتات جميلة، نفس أخذت من موقع أم النار، طبعا الآن هن بالمتحف. أيضا من الأشياء الجميلة صراحة، شوفوا هنا، شوفوا هنا
دبوس شعر ذهبي من المدفن، شوفوا الطول، هذا دبوس ذهب من ذهب خالص، يوضع لتستخدمه النساء في حضارة أم النار في ذلك الوقت لتزيين شعورهن. شوفوا زي ما قلت لكم، هل حنا قبل 200 سنة أو 300 سنة نسائنا يزينن شعورهن أو رؤوسهن بالذهب؟ ما كان، كانوا عاجزين يأكلون. هذا دليل الفرق بين قبل آلاف السنين وبين 1000 و2000 سنة، تغير الوضع في الجزيرة العربية عموما. وهذا الدبوس موجود مثله كثير في ثاج، اكتبوا أميرة ثاج. أيضا هذول قوارير مزخرفة كلها أخذت من شوفوا من المرمر، وعاء من المرمر، شوفوا يستخدمون المرمر. طبعا هذا أغلى من النحاء الفخار وغيره. طبعا كثير من الأشياء، شوفوا هذه الجرة من الفخار مزينة برسم ثلاث ثيران، وربما كانت مستوردة من بلاد السند ربما. إذن هم ليس لا يكفيهم فقط. شوفوا هذه التماثيل اللي أنا قلت لكم، الثعابين هذه موجودة بنفس المدافن، وخذت للمتحف طبعا. هنا يحطونه لأجل التخويف وليس التقديس كما أرى. شوفوا الأدوات، نظروا كيف كانوا يستخدمون النحاس لأنه عصر برونزي. شوفوا السنانير الصيد، شوفوا أدوات زينة كثيرة صراحة في حضارة أم النار، أدوات زينة متعددة. وأيضا شوفوا شلون هذا، وجدوا هياكل للأطوم اللي هو عجل البحر وعظامه. شكرا لكم.